سعيدة، من عام إلى عام تنتقل الأمنيات وتبقى الآمال معلقة على الآتي من أيام علها تحمل الحلول للأزمات التي طالت. وفي غمرة الرهان على المستقبل الآتي بعد ساعات من الآن مع حلول العام الجديد، حوار سياسي شبابي من نوع آخر بعد لحظات بالمباشر. مساء الخير من جديد في الحلقة الأخيرة للعام 2018. ملحم كرم عن تيار الوطن الحر، لقمان الحكيم عن حزب الله، خالد الحاج عن تيار المستقبل، وعلي دغمان عن المجتمع المدني. أهلا وسهلا فيكم. حلقة أكيد أكثر موضوع سياسي رح نكون عم نتناوله فيها. كمان بدي أذكر المشاهدين فيهم يكونوا عم شاركونا بهيدي الحلقة، إن من خلال الهاشتاج لبنان بالسنة الجديدة، وإن من خلال التصويت على السؤال يلي مطروح على صفحتنا على التويتر: أي فريق سياسي كان أداؤه أفضل في العام 2018؟ التصويت ابتدى من 24 ساعة امبارح ومستمر لساعة وربع بعد لهلأ. النتائج بدي أذكر فيها، يمكن بدأت تبين على الشاشة لحديت هلا: تيار الوطن الحر 25%، حزب الله وحلفائه 27%، تيار المستقبل 10%، والقوات اللبنانية 38%. بس بدي أذكر اللي اعترضوا من الشباب: لا حزب الله وحلفائه والباقي فريق فريق، لأنه بالخيارات السياسية بال 2018 حزب الله مع أفريقاء 8 أدار ما اختلفوا ولا مرة بالخيارات السياسية، مشان هيك دمجناهم بخيار واحد، مع أنه بعض كان في اعتراضات من البعض أنه هيدا رح تحفز أنه حركة أمل ومرضى وقوميين وبعثيين كلهم رح يصوتوا مع هيدا الخيار. بس لهلا على كل حال حسب ما يبدو القوات اللبنانية هي بالطبيعة. لنشوف ساعة وربع شو رح يصير بالنتيجة. علي، أنت مجتمع مدني، لو بدك تصوت على هيدا السؤال لمين بتصوت؟ طيب أول شيء بس بدي أوضح، أنا يعني كل من بداية الحلقة هلا صيغ يعني كلمة ممثل المجتمع المدني، أنا ما بمثل المجتمع المدني، بس يعني درج من 2015 لليوم إطلاق صفة المجتمع المدني على كل من يعارض، مع إنه نحن يعني كلنا قوى تعمل في الحقل المدني أو كلنا مدنيين، ما في مجتمع مدني ومجتمع عسكري. يعني إذا بمثل بس الحركة السياسية شبابية اعتراضية، الحركة الشبابية للتغيير، من كم سنة اليوم ماشي هذا الاسم المجتمع المدني؟ يعني أنا رأيي يعني كلمة مجتمع مدني تطلق هيك لتمييع مرات المطالب. بيقدر يكون المجتمع المدني عنده مطلب فئوي صغير ومطلب بخص مجموعة صغيرة، وبيقدر يكون عنده مشروع للتغيير بالبلد. يعني بفضل أنا يكون ممثل قوى اعتراضية أو القوى المعترضة. طيب باعتراضك مين الأقل اعتراضا عليه؟ من أي فريق سياسي كان أداؤه أفضل في العام 2018؟ يعني أداؤهم بتشكيل الحكومة بيرد لوين بدي صوت، أكيد مش لولا فريق من الأربعة. ولا فريق ده. بس هون لما بلشت تشكيل الحكومة قوصت دغري على خالد، يعني تيار المستقبل كرة ملعبكم، الرئيس المكلف من عندكم. صحيح، أكيد أنا بكل طبع رح أكون عم صوت لتيار المستقبل، خاصة أنه التجربة السياسية اللي مرقنا فيها بالسنة الماضية بالحكومة الماضية أثبتت أنه الخيارات السياسية اللي أخذناها كانت عم بتكون دافعة بتحريك عجلة الاقتصادية بالبلد، وقدرنا عبر الحراك اللي قام فيه الرئيس أنه نوصل نحن لانتخابات نيابية ولعدة قوانين بتتعلق بالمجتمع. وبشكل طبيعي اليوم أنه نشوف نتائج، لأن هذه النتائج ما بتاخذ الناحية الموضوعية. السبب بسيط، أنه اليوم اللي بينتمي لتيار المستقبل ناشط على التواصل الاجتماعي رح يصوت لتيار المستقبل، القوات اللبنانية ناشطة على التواصل الاجتماعي كل واحد رح يصوت الفريق، فنظر للانقسامات اللي موجودة فرح يكون هيدي التصويتات مع بالرغم من أنه طيب بس أنت عم تقول أنه كان في حراك لافت لتيار المستقبل أدى لسلسلة إنجازات من الانتخابات ومن الانتعاش الاقتصادي. بالوقت اللي ملحم كرم بتيار الوطن الحر أنتم بتقولوا أنه هيدي إنجازات العهد وفخامة الرئيس، يعني سرقوها منكم. ليش سرقوه منه؟ هو عم بيقول دولة الرئيس، انت فخمت الرئيس. هو فخمت الرئيس مجلس الوزراء. صحيح تمام، صح ولا لا؟ صح مزبوط. قانون الانتخابات اللي عم بيحكي عنه خالد تم التصويت عليه بمجلس الوزراء من بعد ما صار تأجيل ورفض رئيس الجمهورية لتمديد لمجلس النواب سنة 2017. صحيح، واستعمل صلاحيته لأول مرة تستعمل هذه الصلاحية بالدستور اللبناني، واللي أدت لرفض تمديد لمجلس النواب. على هالأساس مجلس الوزراء من بعد اجتمع
وتم مناقشة قانون الانتخابات على أساس النسبية، يعتبر هذا شيء إنجاز للعهد للحكومة ورئيس الجمهورية. نعم. فقط لا غير. طيب اليوم بالعرقلة اللي عم بتصير مين بيتحمل مسؤوليتها؟ عرقلة تشكيل الحكومة أو عرقلة العهد؟ تشكيل الحكومة عم نحكي أول شيء، جايين على العهد بعدين. تشكيل الحكومة الشخص الوحيد اللي بيتحمل مسؤولية هو الرئيس المكلف أيا يكن، إن كان دولة الرئيس الحريري أو أي شخص تاني بيكون مكلف. نعم. لأنه الدستور منحه صلاحية لشخصه فقط أنه هو يشكل هيدا الحكومة. طالما لليوم أنت حيدته هو أوص عليك يعني. طالما لليوم بعد ما في عنا حكومة، يعتبر الرئيس الحريري هو الوحيد يلي بعد ما شكل هيدا الحكومة. نعم. بغض النظر عن بس ما عم بيتابع التواصل الاجتماعي شكله. ليه؟ بغض النظر عن شو عم بصير. ايه. كل طرف مثل اللقاء التشاوري أو حزب الله أو حزب القوات له حق يطالب بعدد وزراء معين بحقائب معينة. لو رئيس الحرير اعتمد معيار واحد من أول نهار صحيح. لتأليف الحكومة ما كنا وصلنا لكل يلي وصلنا له اليوم. فقط خالد لك حسب اللي بيّن واللي ظاهر كان الرئيس المكلف قام بحركة طويلة على مدار يمكن 8 أشهر السابقة وكانت إيجابية إلى شكل كتير كبير. اليوم مين بيتحمل العرقلة؟ يمكن نحن شايفين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما الكل شايف انه اخر مره كان في مثل هجوم عم بيقولوا حزب الله عم بيقول انه العرقلي باسيلية بالرغم من انه نفس حزب الوقت الله لقمان خلينا نسمع من لقمان شو اول شيء اول شيء حزب الله لم يصدر بعد اي شيء منه لا على الصعيد الوزاري ولا على الصعيد النيابي ولا على صعيد مجلس الشورى حزب الله ولا صعيد امين عام حزب الله اي شيء يتهم فيه تيارات الحرب العرقلة. طيب كمان الرئيس ميشيل عون كان باخر خطاب له لما حكى عن الخطا في التكتيك، مين كان عم يقصد كمان؟ رئيس عون لديه بعض الاراء المعينه بتخالف او يختلف اراء حزب الله عن راي الرئيس عون، لا باس، ولكن مثل ما قال خينا استاذ كرم خينا ملحم كرم انه من بدايه الطريق حزب الله وسيد حسن بخطابه 11/11 بيوم الشهيد قال وكان واضح جدا انه بدايه الطريق من يوم تكليف رئيس الحكومه قال انه في هناك سته نواب سنه يجب على تمثيل عليهم تمثيلهم في مجلس الوزاره بحسب التمثيل النيابي، وبالتالي العناد اللي عم يصير هلا بالاخر صار في مبادره رجعت عرقلت هالمبادره. نعم. تعرقلت هالمبادره بسبب انه رفضوا النواب السنه انه اعتبروا انه الاستاذ جواد عدرا لا يمثلهم بدهم حدا يتمثلوا، انه بالنهايه قرار حزب الله هو من قرار النواب السنه. ستي ملحم كان عم تقول عندك رد على خالد على بموضوع مين قصد فخامه الرئيس. فخامه الرئيس قال كان في لو هؤلاء الاشخاص النواب ما كانوا موجودين مع كتل نيابية أخرى اعترض فخامة الرئيس على الشكل. نعم. لو كانوا كلقاء تشاوري موجودين بالاستشارات ما يعني كنا وصلنا كمان يعني لهم. هو عم ينتقد اللي وراهم عم بينتقد الشكل. لو عم ينتقد اللي وراهم ما يعني كان إذا ما كان بآخر طرح يعني الشكل اللي يلي تم تسميتهم علما أنه هؤلاء الأشخاص عندهم أصوات تفضيلية حصلوا عليها بالانتخابات بتحق لهم أنهم يتمثلوا. صحيح. إنما الشكل كان غلط لانه بس بدنا نحكي عن الشكل. في عنا نائبين موجودين استاذ رواد بتكتل وطني. طب مين بيوفر الشكل؟ التكتل الوطني عدده 7 نواب حصل على حقيبه وازنه مفروض ما تكون موجوده معه. عم نحكي كتكتل مش كاحزاب. طب مين بيوفر الشكل؟ ورا الشكل هن انه كانوا موجودين، في منهم كانوا موجودين مع حزب الله، في منهم مستقلين، في منهم ضمن التكتل الوطني. دولة الرئيس الحرير استقبلهم هن وموجودين بكتلهم. لا مش كلهم يعني اليوم. طب. في اكثر من حدا لما راحوا تسميه الرئيس الحكومه في اكثر من نائب من نواب اللقاء التشاوري ما راحوا سموه لدورة الرئيس. اي بس استقبلهم عم بقول يعني التقيهم اخر شيء استقبلهم وقت المشاورات ما الكل اصلا ما سموا بس سموا يعني نائب فيصل كرامي كان موجود بالتكتل الوطني. اي وهو اللي وقتها قال الكلمه اكثر من واحد اعتذر انه يطلع حتى للدرجه. لا كانوا موجودين موجود بس ما سموا. علي انت عم تابع النقاش ما كتير مهتم فيهم يعني مين بده يتشكل ومين بده يتمثل لانه يعني هيدا التناتش بالتحميل المسؤوليات او تقاظف تحميل المسؤوليات بين القوى. يعني يفترض اليوم عم نقول نعمل حلقه شبابيه نقدم خطاب اخر مش ننسخ الخطاب اللي كل يوم بنشوفه نعم
التلفزيونات أو بنشرات الأخبار. يعني لما بدنا نحكي عن تشكيل الحكومة بدنا نحكي عن أزمة موجودة. صحيح. الأزمة ما مش بس تتعلق بالحصص، الأزمة بإدارة الدولة. نحن اليوم أمام أي واقع، أي حكومة بدنا، شو البرنامج؟ يعني هل هو الخلاف على برنامج الحكومة؟ عن الخلاف على آلية عمل النهب بمصريات الصدر اللي جايين. نعم. يعني بلش زميلنا هون عم يحكي عن تحريك العجل الاقتصادي اللي عملها الرئيس الحريري، لنقول على يعني اجت كدفع معنوي خلال التحضير للانتخابات النيابية مؤتمر صدر. نعم. مؤتمر صدر اللي عم تعول عليه الحكومة يعني بلشت تحكي اليوم انه او يعني بلش ينحكى انه ما بدنا نروح مصريات وممكن المجتمع الدولي يفقد الثقه في تهويل على اللبنانيين وتبشيرهم باجراءات يعني هيك بالتعبير كانت اجراءات غير شعبيه، والاجراءات غير شعبيه يعني مزيد من الضرائب. نعم. بحجه تهويل انه الاقتصاد بده ينهار وبحجه انه يعني في اعباء كبيره على الدوله لازم نروح لها. خلينا اقول انه الازمه ازمه نظام وليست يعني ازمه الناس ولا أزمة حصص. هذا النظام نظام طائفي، نظام في أزمة بنيوية يولد دائما حروب، يولد دائما أزمات وتناتش. كل ما كبرت حصة الطائفة بيختل هذا التوازن. نعم. لأنه متمسكين كل أطراف السلطة اليوم بلبنان وكل مكونات النظام بالفرادي اللي حكي عنها ميشيل شيحة وأسس فكرة لبنان عليها، وهي الفرادي الكل حتى بقسم الرئيس بيرجع بيحكي عنها. هاي الفرادي بلبنان والتوازن اللي بنحكى عنه هو توازن موهوم أو توازن وهمي. نعم. لأنه هذا التوازن بيقوم على سيطرة قوة الأقوى اقتصاديا من طوائف أو من زعماء الطوائف على حصص الآخرين، وكل ما اختل هذا التوازن بقى ترجع تتوزع الحصص بشكل آخر. مرات بنوصل لحروب مثل ما وصلنا لها بال 75، ومرات بنوصل لأزمات تتفجر بالبلد وبتؤدي فيما بعد لمؤتمرات من التسعين لليوم من بعد الطائف. يعني واضح انه ما عم نلاقي حلول، اجى الدوحة وما قدم حلول، بالعكس ازم الامور اكثر. وهي انا بعد 10 سنين من الدوحة يعني مش قادرين ننفذ لا اتفاق الدوحة ولا شو الحل هلا بالنسبة لك؟ هذا توصيف كان ماشي بالاساس الحكومة شو برنامجها؟ شو جاي تقدم للناس؟ اليوم لحد اللحظة ما شفنا برنامج، ما في شفنا هذا بالبيان الوزارة ببين مش هلا عفوا ما الحكومة لما نروح على تشكيلها بده يكون في برنامج على أساسه بتختار وزراء بيمثلوا بيقدروا عندهم برامج قادرين عندهم كفاءات كانوا مدراء عامين بوزارات كانوا بمناصب كانوا بمؤسسات دراسات قادرين يقدموا. كلنا عم نقول في انهيار اقتصادي قادم، الاقتصاديين اللي تابعين للسلطة بيطلعوا بيهولوا على الناس وعا بدنا نشوف شو بدنا نعمل، الاقتصاديين المواجهين عم يقولوا في أزمة بدها إدارة. نعم. هاي الأزمة اللي بدها إدارة ما في مشروع اليوم لإدارتها. شو المشروع اللي حمله صدر أو مشروع الحكومة المنجز؟ ومش حيفرق كتير عن حكومات قبل لأنه سياسي بلبنان أو سياسي الاقتصادي المتبع منذ 93 ما بعد الطائف بلبنان هذه النهج الاقتصادي مش متأثر. بعده اليوم مصارف عم تنهب، بعده اليوم في اعتداء على الأملاك العامة، بعده اليوم في تدمير القطاعات الانتاجية بالبلد على حساب القطاعات الريعية وعلى حساب الاستدانية. طيب ميزانية الحكومة اليوم من وين؟ رايحين نتدين. نعم. شو عم نعمل؟ رحنا اعطينا المصارف، خضعت الدولة لابتزاز المصارف لأنه وقفت الدين الدولة، عم علينا الفوائد من 7.5 ل 10.5%. عم نحدد شو اللي اخذوا الموظفين القطاع العام اللي اخذوا سلسله الرتب والرواتب انه ما في مصاري، مين عمل الميزانيه ومين عمل الدراسه؟ بضلت اربع خمس سنين الاساتذه طيب عمك كفي معك علي، بتشوف شباب انتم منتمين لاحزاب موجوده بالسلطه اليوم، قد ايه بيقنعكم كلام علي او لا بتحسوا حالكم انه بتنفروا منه؟ هلا كل المؤشرات اللي قالها هي صحيحه ومنطقيه والكل يؤكد عليها والجميع يتحمل مسؤوليه، ولكن هو بلش بمشكلة النظام. نعم. حزب الله، إذا نحكي حزب الله، حزب الله من وقت اتفاق الطائف هو اعترض وافق عليه ودخل إلى البرلمان فيما بعده، ولكن اعترض على 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 أساس المحاصصة الطائفية. الشهيد سيد عباس موسى وإله مقطع موجود على السوشيال ميديا موجود على اليوتيوب بيأكد من وقتها من التسعين قال إذا استمر هذا النظام المحاصصة الطائفية على ما هو عليه ما وصلنا لدولة كالدولة المدنية، كدولة مدنية على ما حد توصيف الدولة المدنية ولكن يقصد الدولة المدنية يعني العلمنة الشاملة للنظام الداخلي. تمشي فيها؟ بنمشي فيها. إذا ما وصلنا لهذا النظام اللي بيمنع المحاصصة الطائفية حيولد هالأزمات اللي أتحدث عنها هلا. نعم. بالتالي بدك تسأل مين من التسعين
ومين سيد حسن كمان. سيد حسن بخطاب 2012 قال دعا لمؤتمر تأسيسي وقت المستقبل. شو خالد انتوا لقيين عليهم وقتها؟ مؤتمر تأسيسي. مؤتمر تأسيسي لشو؟ لإلغاء الطائفية السياسية. لما سيد حسن يدعي يقول انه النظام النسبي الحالي هو نظام جيد، ولكن النظام النسبية الكاملة لشو؟ عشان لما ابن بيروت، ابن بيروت بده يصوت لابن الجنوب، وابن الجنوب بده يصوت لابن الشمال، بيقدر يصوتوا. بالتالي اذا صوت بصير بده يسمع خطاب وطني شامل، يعني اللي نعم. مرشح من الشمال بده يحكي خطاب وطني، مش خطاب مناطقي على قياس طرابلس او عكار او الدوائر اللي فوق، بصير يحكي خطاب وطني. وبالتالي مش حيحكي خطاب طائفي. نحن سمعنا بالانتخابات، بدناش نحكي، سمعنا خطاب الطائفي اللي كان موجود. خطاب الطائفي عند مين؟ معروف عند الجميع. مش عند الجميع. في حدا كان بيقول بيروت ستصبح فارسية. هذا خطاب قومي شعبوي. وفي حدا اتهم مرشحين بوجهه انه هن عملاء لانه مجرد ترشحوا بوجهه. كمان ما بدنا ننسى هذا الخطاب. نائب نواف الموسوي على القوى، في حدا حكي هذا الخطاب عن القوى المعترضة اللي كانت واقفة بوجهه بدائرة صور. في حدا كفي إذا ما نحكي نسمي مين، خطابات كانت واضحة جدا يعني. تمام. وزير الداخلية الحالي للأسف اللي هو يجب أن يكون هو الراعي الأول لأنه وزير الداخلية، الراعي الأول للبيئة الاجتماعية السياسية، هو كان أكثر الأشخاص للأسف عند إخواننا بتيار المستقبل عم يستخدم هذه اللغة. بس نرجع لخطابات السيد. هل السيد حسن استخدم شي مرة بحملته الانتخابية لغة طائفية؟ هل شي مرة استخدم لغة مناطقية؟ كل كان خطاباته الأساسية كانت نحن سندخل إلى الدولة، أو ندخل البرلمان وتجديد دخول البرلمان كرمال حماية المقاومة ولا مكافحة الفساد. ونتمنى بهول أربع سنين نشوف كرمال هيك البعض كان رافض الميجا سنترز، تنوصل خطاب وطني كنا أقله قبلنا بالميجا سنترز، حتى ما يصير في ضغط لا على ابن الجنوب ولا على ابن النبطية ولا صيدا ولا طرابلس ولا بيروت ولا جزين انه يجي ويصوت بمركز انتخابي في عين عليه. بس نبقى نفكر بالميجا سنترز أقله، نبقى منحكي انه ما رح يكون في سلطة او وصاية لأي شخص او تهديد لأي مواطن رايح يمارس حقه الانتخابي. نعم. خالد ليك انت وين من هالسجل؟ انا عم بسمع لكمان، يعني كنت كتير مبسوط لدرجه انت كنت عابس وجهه عشو مبسوط كان واضح عليك يعني ليك الكلام اللي قاله كلام جدا جميل، واكيد يعني ما بعتقد اصلا في شاب لبناني ممكن يكون عم بيعترض على الكلام المدني اول شيء، وعلى الذهاب بالدوله المدنيه. بس للاسف اليوم بهذا العصر يعني صار بتقارب المعلومات وبتقارب السوشيال ميديا وبكل شيء، صار الإنسان قادر يفصل بين الواقع وبين الشعارات. اليوم لما حزب ديني يميني بالأسس اللي بنى عليه هو طائفية تجي تقول لي أنه ما استعمل خطاب طائفي أبدا، فأكيد يمكن أنت عم تضحك على جمهور، بس ما بعرف أي جمهور عم تضحك عليه. بتقول لي 7 أيار يوما مجيدا، يعني انت هون ما هنت بس بيروت، انت هنت طائفي بامه وبيه، هذا منه خطاب طائفي. لما معظم يعني. معظم الخطابات يلي تستعمل فيها ذكرى كربلاء، لما تستعمل فيها الخطاب السياسي يدخل الخطاب ديني، ما بتقول لي خطاب مدني. خلينا بتقول لي خطاب مدني. لما تيجي تحكي عن المؤتمر التاسيسي، انا بقول لك من اخطر الامور يلي ممكن شاب لبناني متعلم يجي يدعي لها. نحن اليوم وصلنا لاتفاق الطائف بعد حرب أهلية مدمرة، لرجعنا قعدنا على الطاولة واتفقنا ورجعنا وزعنا السلطات، أعطينا توازن أنهينا فيهم السلطة. اليوم حزب الله بعد الحرب السورية وبعد العودة من الحرب السورية حابب يفرض اليوم فائض القوة اللي موجود فيه ضمن الداخل اللبناني، هذه من أخطر الأمور اللي ممكن يفكر فيها واقعيا على الأرض. خلينا نحن اليوم بالنقطة الأساسية اللي واصلين لها، واللي هو التقدم اللي صار والتجربة الإيجابية اللي صارت بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من بعد انتخاب فخامة الرئيس. خلينا نرجع نكملها. أنا بضم صوتي لصوت علي أنه من السخيف اليوم لما تطلع أن الحكومة واقفة كرمال وزير، وأصلا الوزير حسب ما مبين مثل هلأ الفترة الماضية وزير راح يكون بدون حقيبة،
انه تخيل انت اليوم موقف بلد بامه وبيه 8 اشهر كرمال حقيبه وكرمال تفرض يعني كرمال كمان تضرب صلاحيات رئيس الحكومه وتفرض عليه لرئيس الحكومه بعض الشروط. يعني تخيلوا انتم واقفين البلد وين اليوم وين وصلنا. نرجع نحن ناكد ونقول وصار الكلام واضح جدا انه ب 11/11 سيد حسن اعلن على الاعلام يمكن نعم. يمكن كان مفترض ما بعرف يمكن كان لازم من اول طريقه يقول مثل ما قال عن حكى عن اذا بدك العقده المسيحيه يعني خلاف بين التيار والقوات على الحصص والتوزيع وبعدين حلت والعقده تبع الرئيس جملات الوزير جملات تبع رئيس جملات يمكن كان لازم ينحكى كمان عن ما يسمى توزير السته نواب او واحد منهم يزور او هن يسموا حدا يتوزر بالمجلس الوزاره لانه ما انحكى هلا صار حزب الله يتحمل مسؤوليه 8 اشهر عرقلي ولكن الرئيس الحريري هو ما نفى شيء الرئيس الحريري تبلغ مما بعد تكليفه مباشره انه في 6 نواب سنه على يجب بحسب التوزيع النيابي وبحسب التمثيل النيابي داخل مجلس الوزراء ان يتمثلوا. بدك تقول لي عشان خالد يعني ظلمتهم يعني في عده قوات اخذت 4 اشهر عقد جملات ما بعرف اخذت يعني في اكثر من عقد كانوا ماشيين. لك من المثير دائما هيك انه اليوم حزب الله يعني اليوم غيرته الكبيره على الطائفه السنيه لدرجه انه هدول الست اشخاص او 6 شخصيات لازم يتمثلوا. شيء اساسي بس قال لك اياها بس خلينا نكون واضحين انه الانتماء للطائفه السنيه منه انتماء على الهويه او انتماء على اخراج الايد، الانتماء للطائفه السنيه هو انتماء لهيدي الامه العظيمه من ناحيه الفكريه، من ناحيه المخاوف تعولها، من ناحيه التجربه السنيه بالمنطقه اليوم اللي مرقت لما تم مصادره رايها بالعراق نتجت عنا فوق 1,000,000 شهيد بين شهيد وجريح سنه، اليوم مصادره القرار السنه في سوريا وصلت للنص مليون نص مليون بس لكمل لك اليوم لما تيجي تقول لي بلبنان اعتداله لدوله الرئيس سعد الحريري وارائه والمبادرات اللي قدمها خلال الفترات السابقه منعت لبنان جر لبنان وجر السنه بالدرجه الاساسيه لتجربه العراق ولتجربه سوريا. بنفس الوقت لما تيجي بتقول لي عن هدول السنه انا رح اقول لك اياها، اليوم تقريبا في 400,000 سنه انتخبوا 400,000 سنه. المجموع النواب السنه يلي حضركم عم بتطالبوا بحقوقهم هو 46,000. فمن 400,000 46,000 النسبه هي 8% تقريبا 8.9%. 8.9% بس لخبرك اياها، انا اعطيك مثل بسيط اليوم، اليوم في عندنا نايب من النواب اللي هو يمكن نايب العرقوب قاسم هاشم. طب قاسم هاشم بمنطقته يعني انا من ضيعه كفر شو يعني من المنطقه من فوق يعني ما اخذ نسبه قليله يعني حتى بضيعته او بضيعه الضيعة المجاوره اخذ نسبه قليله. بدك تيجي تقول لي هو راح يمثلنا ما لما تيجي تقول لي مثلا سكرية بالوضع ملحم بحطوا تيار الوطن الحر بس ما يوم حافظكم اليوم بس نكفي شغل عن 48,000 و900 صوت تفضيلي سنة حصل عليهم لقاء التشاوري بالمقابل رئيس مئاتي واللي كانوا معه على اللائحة حصلوا على 41,000 صحيح وهي كرمال هيك الرئيس الحريري بس لنكون الرئيس الحريري ما اجى قال انه انا رح اكون ممثل عن الطائفة السنية داخل مجلس الوزراء كان اكثر اعتدالا بالموضوع لما اعطى الرئيس السابق لمجلس الوزراء مئاتي اعطاه مقعد فهيدا بيأكد انه الرئيس الحكومي المكلف يعني كان عم يتعاطى من موقف من دوره كرئيس حكومه يعني عارف انه هيدا بيحق له بس مش طبق عليه خالد خلينا نسمع من الامين العام لتيار المستقبل بمنتصف هذا الشهر على الNBN بيقول الرئيس مئات حصل على مقعد وزاره نتيجه لما حققه في الانتخابات صح طب النتيجه اللي حققها بالانتخابات اقل من اللي حققتها كتلة اللقاء التشاور يلي استحدثت او شو ما كان بس هود الاشخاص صار عندهم اكثر من يلي حصل عليه ما بتحكي لها جوا شو قلت انت استحدث ما هذا اللي قاله فخامة الرئيس هيدي استحدثت بس الجماعة عندهم تمثيل بغض النظر انه تيار المستقبل اللي حصل عليه اصوات تفضيلية سنية هو 170,000 صوت يعني في عندك الباقي اللي عم تحكي عنه موجود بين لقاء التشاوري والرئيس مئاتي ومخزومي واسامة سعد والنايب بلال عبد الله وفي نايب رابع
طيب هودي كله نوفر ايون اكثر من 300 اجى دور علي يلا نعمل لكم الشردي يعني. طيب ماشي، كرمال استخدام اللغه الطائفيه نكون واضحين، نظام هيك وتوزيع النواب هيك، كل ما النظام بده يجدد لنفسه وقوى السلطه بدها تعيد انتخابها بدها تشد عصب الناس، وبالتالي وكانه متفق عليه يعني. حتى اليوم البعض بيقول ما هذا كلام انتخابي، بالانتخابات بنجي بنشد عصب الناس الطائفي، وما حدا يعني من القوى السياسيه الموجوده بالسلطه بريء من هذا الموضوع، ما حدا يبرئ نفسه. واللي ما قادر يشد سنة وشيعة ودروز ومسيحية، ما قادر يشد بوجه القوى الطائفية بيتهم الآخرين بالعمالة لطرف، أو يعني بيتهم وطنيين بالعمالة لإسرائيل. فيعني هيدي الكل مشترك فيها هاي اللعبة، وهي جزء من آلية تجديد لقوى السلطة بمواقعها. خلينا يعني كرمال لأنكم فتحتوا موضوع الانتخابات، ما نضيع الناس بأرقام قديش جاب النائب فلان وقديش جاب النائب فلان، خلينا نقول للناس شو حققت هذه الكتل النيابية على مر من 2005 لليوم، وشو حققت القوى الموجودة بالسلطة من 90 لليوم من برامج الانتخابية. خلينا نجيب نسب لقديش حققت من برامجها الانتخابية، هاي بالأساس قبل ما نقول جاب هالقد أصوات تفضيلية وجاب أكثر أصوات تفضيلية. وللأسف تم يعني بالانتخابات الماضية تم تشويه النسبية، لأنه يعني عملت على الطريقة اللبنانية، جبنا النسبية أخذنا منها الشقفة اللي بتناسبنا، خيطنا قمصان ولبسناها وجينا قلنا الناس انتخبوا، وبكرة بنتائج الانتخابات حتصب بالدوائر وفق أنه نترك مجالات بسيطة للتنفس، لأن المجتمع من 2015 كان عم يعاني وعم يجي يعبر عن نفسه، وعم تشكل قوى اعتراضية بالشارع خارج سيطرة قوى السلطة لتقول لا في خيارات أخرى، فمنترك مطرح ننفس فيه هون وهون وهون من خلال قانون انتخاب النسبة، بس نضل مسيطرين على لعبة بما يعني وفعليا يعني المشكلة بالقانون برأيك؟ هي أكيد المشكلة بقانون الانتخابات من سنة 90 عم نحكي يا أخي طبقوا الطائف، مش الطائف قوى السلطة اتفقت عليها في مجال تلتزموا بكل اللي حكيتوها يا أخي على أساسها بنيت وعدتوا بناء السلطة. وبمناسبة الطائف لأنه حكي خالد عن الموضوع بدي أقول يعني عبر جديا عن الأزمة بالنظام، قال نحن بالطائف رجعنا قصمنا، شو قصمنا؟ قصمنا حصة، لأن كبرت الكتلة الاقتصادية أو القوة الاقتصادية عند طائفتين، اختل التوازن صلحناه بالتسعين. طب اليوم اختل التوازن مرة أخرى، في طوائف كبرت قوتها على الشعبية، في طوائف كبرت قوتها الاقتصادية، وفي طوائف ممثلينها عم يجوا يقولوا بدنا نرجع نستعيد الصلاحيات. نعم. ايه أكيد النظام بده ينأزم، بده نوقع على باب حرب أهلية. بال 2008 زمطنا منها، يعني مين بيقول إنه اليوم الانفجار ما بيودي لحرب أهلية؟ الاستمرار بإدارة الدولة بهذه الطريقة رايحين على حرب أهلية، بس هل يا ترى الحرب الأهلية قادرين يسيطروا عليها؟ يعني مقابل الحرب الأهلية بخوفونا منها، بده يخوف من انفجار اجتماعي. اليوم الناس عم تموت. هذا الموضوع رح يكون المحور الثاني من الحلقة بعد الفاصل. بتذكر بالنتيجة لهلأ على التصويت على التويتر، أي فريق سياسي كان أداؤه أفضل في العام 2018؟ النتيجة بعدها ما كتير تغيرت، يعني 25% تيار وطن حر، حزب الله وحلفاء 27، 10% المستقبل والقوات اللبنانية 38%. كمان في الهاشتاج اللي من خلاله عم نتلاقى رأيكم، لبنان بالسنة الجديدة. فاصل ونعود للمتابعة بالمباشرة. بالمباشر نعود للمتابعة في هذه الحلقة الشبابية مع ضيوفنا من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية. رح كنا استوقفناك عليه عم نحكي عن المواضيع الاجتماعية، رح بلشنا من عند ملحم. ملحم، في كتار راهنوا من وصول لعماد ميشيل عون لسدة الرئاسة انه جاي فعلا التغيير والإصلاح، ننتهي من كتير من المشاكل. اليوم عم يشكو انه سنتين وشوي وبعد المشاكل نفسها، وبالعكس بالنسبة للبعض عم تزيد المشاكل، عم بتزيد بمطارح معينة، وفي قطاعات مثل البترول مثل الغاز تم تحسينهم تم تطويرهم. أما العرقلة فمن أول نهار على انتخاب فخامة الرئيس، رئيس مجلس النواب بيطلع وبيقول نحن سنكون في المعارضة، ولما بتنربط معظم المواضيع بتوقيع وزير المال وكل الأمور تتوقف عندها، ساعتها بنعرف وين عم بتصير العرقلة المزبوطة. لما بنشوف في حلفائكم ايه حلفائنا حزب الله، ايه لا وحلفائهم حركه امل، حلفائهم قال لهم ايه، لما بنشوف في فئه معينه بترفض وجود باخرتين بالجنوب او بالجيه
بواخر قادرة تأمن كهرباء 3 ساعات إضافية بالمنطقة وترجع تندار المواضيع طائفية وتتحول بواخر على كسروان، هون فينا نحكي ساعتها كمان عن عرقلة. لما نشوف في طرف معين بالأول بيرفض سياسة وزير الاقتصاد لناحية توقيف أصحاب المولدات يلي عم بيخالفوا القانون لناحية تركيب العدادات ويلي ما عم بيردوا على الدولة، ساعتها منشوف وين عم بيصير عرقلة مزبوط للعهد. لقوان بتوافق ملحم عنه هالأسباب اللي معرقلة العهد؟ هلا عرقلة العهد الأساس فيها هو إذا بدك هلا نحن بننطر لتشكيل الحكومة، تشكيل الحكومة الحالية. هلا الجميع عنده آراء معينة، برجع بقول يمكن حركة أمل ما يتفقوا مع تياراتهم الحرة، يمكن تياراتهم الحرة ما يتفقوا مع حركة أمل، تياراتهم حلفاء حزب الله، تياراتهم حلفاء حزب الله. موضوع الباخرة حزب الله كان رأيه واضح، واضح جدا وقتها، عبر عنه النائب محمد رعد على السوشيال ميديا وقتها. نعم كان واضح جدا رأيه. بالمواضيع العامة لما فيك تذكرنا فيه بس للي مش شايفه على السوشيال ميديا. طيب كان كان رأي حزب الله بالباخرتين كان مؤيد لقدوم الباخرتين ولضعت الكهرباء بكل بساطة. خجم الوحدي أنا بس بدي حب أعلق على نقطة معينة، إنه اتهام العهد بأنه فاشل، العهد الفاشل، عفوا أول شيء رئيس الجمهورية الحالي تسلم على أساس هو تسلم دولة نظيفة، يعني دولة يعني مثل الورد، يعني تسلم دولة منهوشة من الفساد من مش من التسعين، من ما قبل من قبل الحرب الأهلية والتسعين وبالناس. بس هون يعني مثلا كون عم تحكي عن الفساد، حزب الله رفع شعار محاربة الفساد، لهلا شو عمل بهذا الإطار؟ لهلا هو أمتين رفعه قبل الانتخابات، قبل الانتخابات قديش صار الانتخابات؟ 6-7 أشهر شكلت الحكومة، بعد ما شكلت الحكومة بس اللي بده يبلش ببلش. فإذا يا لقمان اللي بده يبلش ببلش طبعا بلش، والخطط والخطط الجاهزة بقلب حزب الله بس ناطرين تشكيل الحكومة ليبلشوا فيها، بس تتشكل الحكومة. وحزب الله لا يقوم بأدائه ولا لا يوفي بوعوده، لا يوفي بوعوده، ما بيوفي بوعوده، فالناس تحاسب. نعم وحزب الله بيقول خلي الناس تحاسب، بس ما حدا يحكم قبل ما. على فكره في بيان صدر من حزب الله بقصه اليلو فاستس اللي تظاهروا ببيروت الاسبوع الماضي، كان حزب الله واضح فيه، قال ما اللي بده ينزل يتظاهر يتظاهر، بس بنفس الوقت ما حدا يلوم قبل تشكيل الحكومه. طبعا. عندما تشكل الحكومه وما حزب الله يوفي بوعوده، فأذن فالناس تحاسب. خالد بدها تسقط الحكومة بهذا المظاهر. خالد بتخافوا من شعار محاربة الفساد بتيار المستقبل؟ أكيد لا، أكيد هيدا أمنية لكل شاب ولكل شخص موجود بلبنان بموضوع مكافحة الفساد. وفي شغلة هيك من اللي كان عم ينقال، اليوم في عنا تجربة للعهد قبل التشكيل الحكومة قبل الانتخابات، وهذه التجربة ولو كانت عمرها قصير بس عملت انتاجات كتير كبيرة. بعتقد هيدا دليل على انه العهد كان مبلش قوي ومبلش شغل حلو شو جاي بالأحلاق بكل المشاريع والقوانين اللي استفزيت فيها كثير اللي عليها اللي انت فضت هيك. لا كل الانجازات لا خبره يون يا خالد بكتير مواضيع ان كان بتتعلق بموضوع اول شيء لانه الانتخابات. تخيل انت ما كان عندك قانون انتخابات، قلنا قد ايه تشوه قانون الانتخابات لك طلع فيه ما حدا اذى بالقانون الانتخابات بالكتله اكثر منا صح ولا لا؟ بس اقل شيء نحن لو ضحينا من اجل هذا البلد بس صارت انتخابات ورجعنا العجل الديمقراطيه والعجل الاقتصاديه قدرنا نعطيها دفع. 7 أشهر مش عارف تشكل حكومه، هاي الانجازات انجازات قانون انتخاب بجيب مجلس نيابي بكلف رئيس حكومي 7 أشهر بيعطل البلد مش قادر يالف حكومه. طيب احكي للاشخاص اللي عم بيعطل اللي عم بيعرقلوا ورجع قل لهم يا شباب انا بعني حاجه خلوا العهد خلوا العهد توجه جميعا للي خلوا العهد اللي بلش خلوا عليه خلوا العهد اللي بلش بشكل كتير قوي وبلش بتجربه جدا مشجعه عطت الامل انه راح يصير في تغيير بهذا المجتمع. خلوها ترجع الحرام يعني الشيء اللي تبلش اول شيء اليوم يوقف هيدي الفتره اللي كثير كبيره من دون حكومه ويتهدد العهد بالافشال. اليوم في اشخاص في بعض الاحزاب مثل عم بين من خلال الاتهامات المتبادله انه في مشكل اليوم راكب في بعض الاحزاب اللي بدها تفشل العهد. واليوم عده يعني في شغله اليوم هلا من غسان جواد بيقول اتهام حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة باطل ومعركة مفتعلة لا مبرر لها. لا عمين عم بيرد
اليوم اليوم صار المشكل لا رجعت لها عليك عن الانجازات صار الاشكال بس بعلق عن صار صار في مشكل واضح بين فريق بس خلينا نسمع لطمان. قياده حزب الله دائما متاكد على نقطه انه الموقف الذي يصدر ويمثل حزب الله اسمه يصدر من قياده حزب الله من نواب ووزراء وقياده حزب. اذا سمعنا شي نائب او شي مسؤول او شي شخص معين رسمي بحزب الله صرح بهذا الموضوع فاذا بكون صرح خلينا هذا موضوع جوازنا بالفتره الاولى هذه النقطه بالذات انه لما بدنا نقعد نرد على صحافه او اعلامي او شو ما كان اخره النهار خالد في شخص مسؤول بكل حزب مسؤول اعلامي او رئيس الحزب فقط هو الوحيد المخول يحكي قرار الحزب صح ولا لا؟ في كتير صحفيين من أي من كل الأطراف بيطلعوا مصادر مقربة من ومصادر مطلعة هذا صاحب رأي كل صحافي كمان صاحب رأي ولا صاحب رأي هذا لا يلزم الحزب يلي معقول هذا الشخص يأيده صحيح 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 ما مش عم نلزمه بس إنه هذا صاحب رأي يعني افترض طيب خلينا طبعا نطلع نستفيد بهذا الموضوع واضحة وحكينا عنه بدنا نروح نقول المشاكل اللي عم تواجه اللبنانيين أكثر على كنت عم تحكي يعني الجواب على سؤال إنجازات العهد هو مشهد اللبنانيين اليوم بالشارع وإنجازات العهد ما بتختصر يعني الموضوع مش شخصي مش انه اذا اجى رئيس بيقدر ينقذ البلد يعني اذا في شخص كان بيقدر يعمل تغييرات كبسه زر بالبلد كان الرئيس سليم الحصبي حكومه 98 قدر يغير شيء لا الفساد بنيوي بهذا البلد وفساد ملازم لهذا النظام لكن هاي الجمله كيف طلع في خالد إيه. لكن كانت كافيه هلا لانه اليوم اذا ما عملنا تغييرات جوهريه بالسياسه الاقتصاديه بالضبط اذا ما عملنا تغييرات جوهريه بالسياسه الاقتصاديه بالبلد مش يعني اي تغيير مش حنلبسه مش حتلمسه الناس تغيير شو مش على القوى والحصص والطوائف بدنا نحكي تغيير على مستوى الناس ما بقى بدنا نشوف مشاهد الناس بالشارع التغيير وقت اللي بصير في بطاقه صحيه لكل اللبنانيين بتغطي تغطيه صحيه شامله بفرنسا يعني اللي ما اعتبر فرنسا هو نموذج انا مش هادعم فرنسا نموذج و مش عم بحس عليه الناس 20 سنة عم تفهم يا علي كمل ذاتها. طيب بدي اقول الانجازات اللي يعني حكى عنها زميلنا بالانجازات بالقطاعات بالغاز والنفط وتنظيم المولدات وغيره اول شيء يعني كرمال كمان ما نروح على الناس بخطاب اكبر من حجم الخطوه تنظيم العدادات بسبب فشل الدوله بتامين الكهرباء صرنا موعودين يعني ما بننسى تصريح الوزير باسيل بال2015 حيكون في عندنا كهرباء بلبنان 24 بال2018 بعدنا عم بدفع فاتوره الاشتراك اكثر قد فاتوره الكهرباء تبع الدوله على 10 مرات بعدك مع العدادات يعني اليوم او امبارح بلشوا يركبوا هذا الشهر بلشوا العدادات بس العدادات شو عم تنظم الدوله المافيا يعني في مافيا تحت الدوله موافقه كل الاطراف على تنفيذ خطه الكهرباء يلي بدها تعمل انجاز 2012 يعني الدوله بدها تعمل انجاز واللي صاحب مشروع بيروح بيدور على حلول بطل ننتج على شو اسمه كهرباء على الفيول ننتج كهرباء على الغاز موفر على الخزينة عجز الخزينة سنويا 5 مليار من وراء الكهرباء 10 مليار 30% من عجز الموازنة بيروح بسبب عجز الكهرباء. طيب شو أي أنجازات نحن مكافحة الفساد يعني مكافحة الفساد بتبلش وقت اللي يعني نجي نحط قوانين مش الوقت اللي نعلن للناس يعني اليوم كل القوى السياسية مع مكافحة الفساد بال2015 نزلت الناس على الشارع كل القوى السياسية مع الشارع هلا الناس بتنزل بتتظاهر يعني بعد شوي حدا بيقول اذا لبسوا الوزير باسيل اذا لبسوا سترات صفر انا نازل معه مدري مين العنوان يعني الوزير باسيل قال اذا كانت ما انا بدي اشوف اداء الوزير باسيل والتيار الوطني الحر يعني هونت علي هونت علي بالعهد وقت اللي ربطته باداء تكتل تغيير واصلاح هو سالني عن شو صار بالعهد من 2005 لليوم اداء تكتل تغيير واصلاح هو شو استعادة مكاني بالسلطة صرنا منعطل إدارة عامة كرمال في موظف مش شو اسمه محسوب على هيدي الطائفة أو محسوب على هيدي القوة السياسية ومنعطل تناتش تناتش المناصب بالإدارات العامة وتعطيل الدوائر كان على بالفترة اللي سبقت الانتخابات على مد عينك والنظر واليوم يكون في حاجة لتعطيل الإدارة الرسمية من أجل الحصول على منصب نرجع شو يعني استعادة الحقوق اليوم استعادة الحقوق مين عم يستفيد فيها؟ المسيحيين بعكار والمسيحيين بالمتن ولا مين؟ اللي عم يستفيد فيها هن اصحاب السلطة والمحيطين فيهم، اليوم لا نحكي عن مؤشرات موجودة ملحم ردك على الموضوع اولا نحكي انه خطة الكهرباء فشلت، خطة الكهرباء اقرت عام 2012 بمجلس الوزراء، لليوم معظم الافرقاء بعدهم عم بجربوا يعرقلوا هذا التطبيق
فالتيار الوطن الحر نجيب بواخر ونعمل بزنس عليها ومنوبت كوميشنز. اول شخص حكى عن هذا الموضوع كان بمجلس النواب عام 2012 وقال انه في طرف معين اللي هو سيد سمير دوميت المرتبط بشركه كارادينيز هو يسأل عن هذا الموضوع، ولليوم ما حدا حكى عن الموضوع. لما الوزير باسيل قال بدكم تسألوا عن الفساد بالبواخر، مش عن البواخر يعني اللي هو عم بمثل كان عضو مكتب سياسي بتيار المستقبل اخي على راسي عضو مكتب سياسي عم نحكي عن اللي صار لما ما تكون في تفتيش مركزي وتقول لي انه ما قدر يعمل شيء او ما قدر وصل لمطرح معين، ساعتها فيي اقول لك ايه طلع في فساد. بس لما تحكيني بالهواء قعدنا بحمله بدنا نحاسب اشهر قدام التفتيش المركز، والتفتيش المركز ما كان عم يعمل شيء. اليوم بس العهد كان وعدنا بانه اللبنانيين كلهم سواسي وانه استقلاليه القضاء وانه بعدنا بنشوف بيعطى بيتوقف شو اسمه مدير معمل ميموزا بتطلع نواب وخارج الدوام الرسمي و لا يطلع بنفس الليله. بعدنا اليوم بنشوف تدخل وبيرجع وزير الوزير المختص. مين النواب اللي طلع؟ نواب نائب وزير المختص رجع عطاء قرار رجع تم توقيفه. انا مش عم دافع عن جهه معينه، انا بالنسبه لي كله بيتحقق. يعني كل من شارك بالحكومات موجود بالسلطه يتحمل المسؤوليه. لا يعني لليوم عم يتخانقوا على حصه، مش عم يتخانقوا على برنامج، ما حدا عم يقدم لنا برامج. وعود انتخابيه ما فتحوا رزع كل، يعني هلا اذا بنفتح البرامج الانتخابيه اللي على اساسها ترشحت كل القوى السياسيه الموجوده بالسلطه، كل برامج انتخابيه واعده بناء حدائق وتشجير. لليوم في قدم للمساحات الحرجية بلبنان، تعدي على الأملاك العامة، ولو دولة ما بتقدر توقف مشروع لأيدن روك بغرق العالم بالمجارير، ما حدا بيقدر يتسائل وسام عاشور ليش سكر تم إحالة على القضاء. ولما لما الشخص اللي دعمه عم بيدافع عنه بالقضاء ويجرب يزيح الموضوع، ساعتها بتصير تقلي مين عم بي خالد تعليق ليك اللي عم بيحكي. في كتير اشياء صحيحة. اليوم في وجع عند الناس. اليوم الأمور الاجتماعية عم تضغط على الناس. اليوم الموضوع الاقتصادي عم بيضغط على الناس. اليوم موضوع الفساد هو المشكلة الأساسية اللي أمام الحكومة وأمام العهد أنه توضع حد لها. موضوع الفساد موضوع حساس، موضوع تاريخي، منه ابن اليوم. و موضوع في ينحل، بقول لك في ينحل. موضوع الفساد هو بحاجة انه كل الافرقاء السياسيين يقعدوا على طاولة واحدة ويكونوا واثقين انه هيدا الموضوع اذا انحلت مشكلة لبنان تقريبا. لان موضوع الفساد هي المعضلة الاساسية اليوم. في شيء هيك دايما وهم بدي احكيها بصراحة، المشكلة الاساسية بكل الاحزاب السياسية وبكل الشخصيات اللي بتتعاطى بالسياسة. اليوم ما حدا بيقول عن لبنات عكرين او شيء هيك زيتاتو عكرين. بكل حزب سياسي بلبنان في اللي منيح 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 وفي الغلطان. ولازم يعترفوا كل الافرقاء السياسيين انه اول حل امام هيدا، امام موضوع مكافحه الفساد، انه هيدول الاشخاص ينحط طيب لهم حدود. كمناصر لتيار المستقبل، انت مين اللي بتشوف غلطان بتيار المستقبل؟ لنبلش من عندكم. لا اقول لك شغله، مني انا خالد الحاج يعني الشاب القريب من تيار المستقبل يلي بيجي بيقول لك فلان. اول طيب ما انت عم تقول انه كل واحد بيعرف. لكمل لك. اليوم موضوع الفساد منه موضوع انه بنجي نحن بنكب اسماء من دون دليل. يعني القمام من شوي نزل كل شوي بيفتح لي بيقول لي موضوع انه الفساد والتسعين انه مثل كان عم بلطش على رفيق الحرير ومرحله رفيق الحرير. بس الغريب انه بقول لك انه دائما ما حدا بيقول عن ذكرياته زيتاتو عكري انه هن شركاء كانوا بالحكومه. والاضرب من هيك حزب الله بده يكفي حاله ما كان بالحكومه 2005 2005. موضوع الكهرباء اللي هو الجزء الاكبر من العجز بلبنان والمشكل الاساسي، ما حزب الله كمان كان مستلم الكهرباء. طب شو قدر يكافح الفساد داخل الكهرباء؟ شو قدر يقدم للشعب اللبناني نموذج؟ عم بتقول لي بعد شوي انه بس يستلموا. طب ما انتم استلمتوا الكهرباء، شو قدرتوا تعملوا تغيير؟ ما هيدي الاسئله اللي دائما نحن كلنا لازم نسالها. يعني انا ضمن تيار المستقبل، انت ضمن حزب الله، كل شخص. طب انا سالتك عن نقد ذاتي، انت وين بشو بتنتقد تيار المستقبل؟ بنتقد تيار المستقبل باي ناحيه عم تحكي؟ انت عم تقول كل واحد لازم يعمل مراجعه ذاتيه، انت اليوم تيار المستقبل اخطا فيه الوطنيه الزايده.
لا هذا الواحد شو بتكره بحالك طيبة قلبي يعني شو هاي ديها؟ أكيد أكيد, أكيد 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 عم نحكي اليوم كشباب بدنا لا بكل بكل جدية وانبسطت كثير أصلا كان من خطاب الرئيس لما قال إنه نحن بطلنا أم الصبي يعني لأن نحن دائما كانت المبادرات يعني أكرمنا الكريم فتلقنا تمردة يعني كانت طفح الكيل بهذا الموضوع فكان اكثر شيء بيكرهني يعني اكثر شيء بنتقده بتيار المستقبل هي ان الوطنيه الزايده انه دائما على حسابنا بنعمل المبادره على حسابنا بنعمل هذا الشيء بيجوا بيهاجمونا ليلا ونهارا بمواضيع الاقتصاديه بنقول قبلانين كذب 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 فصدقك الناس بنقول قبلانين روح لهذا المشروع على حساب تيار المستقبل بنروح لهذا روح فبالنسبة لي كان هذا الموضوع يلي الرئيس يعني ما أثر بهذا الموضوع واليوم نحن مبسوطين فساد سياسة اقتصادية سياسة اجتماعية ما عندك أي ملاحظة؟ عفوا الهندسات المالية اللي عملها مصر في لبنان هذه كمان كسرت التيار المستقبل مش هيك؟ ولك بدك تجيب بس أقول لك تجيب حاكم مصر في لبنان واسأله السؤال أنا وياك بنسأله سوا عليه يعني فهو بيعطينا التفاصيل كاملة يعني ماشي بنحكي بالتفاصيل تفضل بالتفاصيل بدي أسأل سؤال خينا دغمان تفضل بعيونك علاء وخالد لمين سؤال لخالد عفوا لخالد سياسة القروض والاستدامة من الخارج مش هي أساس الدين المئة مليار اللي هلا بتحمله لبنان واللي إله هذه النتائج السلبية جدا مين بيتحمل مسؤولية السياسة السياسة سادر مين طلع بالمبادرة تبع سادر هو يعتبر جهاز مشترك جهاز مشترك يتغلى فيه التيار الوطني الحر وتيار المستقبل هو كاسي قادمة على لبنان زيادة الدين العام زيادة الدين العام بس من 9 ليش عم لك 9 من الحكومة من 90 مين الدين العام انت حزب الله دخل بالحكومة بال 2005 الدين تعولك بعد 15 سنة من الاستدانة اللي صار اخده لبنان واللي اوكي مكان معين تم اعادة اعمار البنى التحتية الرئيس شهيد رفيق الحريري قدم كتير أمور ولكن هل كان سياسي حكيمة بغض النظر عن رئيس شهيد رفيق الحريري نحن أصلا وقت رئيس شهيد رفيق الحريري كان حزب الله وتيار المستقبل على تناغم كبير كانوا مقسمين واحد بيشتغل مهمة والتاني بينعمل العالم بالسياسي واحد تناغم كبير كان رئيس شهيد رفيق الحريري مؤيد جدا للمقاومة وتحالف معه وحزب الله كان إذا بدك وقتها صحيح مسلم الرئيس الحريري الملف الاقتصادي بس إذا بدنا نعمل تقييم ما بعد لهلا نوصل وصلنا لهلا هل كان هل سياسة الاستدان صحيحة؟ ليك لقمان لقمان مربوط اسم لقمان دائما مربوط بالحكمة بدك تعطينا حكمة منك اليوم بلد طالع من حرب أهلية يعني أكلت الأخضر واليابس الواردات اللي عندك تقريبا كان الوضع الاقتصادي مزري الوضع مدمر بيروت تقريبا صار تقرا بس خليني طيب من وين بتجيب مصاري سؤال لا انت دولة لا عندك بترول كان لا بعد ما لنا مكتشفين لليوم اصلا وما عندك غاز وما عندك شيء طب شو بتعمل قل لي هل كان بس شوي هل اليوم انا هل اليوم بس اقول لك لكن بالكم اياه هلقتوا كلهم ضدك السياسه الاقتصاديه انا مبسوط انه اليوم الكل هل اليوم رفيق الحريري وحيدا يتحمل كامل بس بكامل بس ما تظلم هو ما قال لك رفيق الحريري قال الحكومات يعني تسمعني يعني هل هو اليوم بس شو هل هو الوحيد اليوم اللي كان مسؤول عن هذا الموضوع طب شغله ثانيه اساسيه كان في ترويكا حاكمه بس خلينا نحكي شوي يعني كرمال كمان يعني اللي عم يسمعنا ما يتخذ باللي قلته لا مش مزبوط انه بس الاستداني هو السبيل الوحيد كانت من 90 لايش الشحادي لا السياسه اللي جعلت من لبنان شحاد على ابواب باريس 1 و2 و3 وسادر هو باريس 4 غيروا له اسمه ليعطوه نفحه جديده شو كان الحل عفوا البديل تدمير القطاعات الانتاجيه اي انتاج اعطيني وضح والزراعه ايه عفوا بدي اقول لك انا حادثه وموثقه بالرئيس لحد وقت بيحكي بالوثائق بيقول لما كان عم يبحث تشكيل الحكومه تكليف اجى لعنده الرئيس رفيق الحريري على الحمام العسكري فما بعرف يمكن عنده شلاء او شيء فبفوت بلاقي اقتصاديا كان جايبهم ليجتمع فيهم جورج كروم يمكن على ما اعتقد شارب النحاس ما بعرف يعني بيقولوا له انه اذا اجى رفيق الحريري وشافنا حيقول لك شو بدك فيهم
هودي بده يحكوك بالانماء وانه تعال نعمل قطاعات منتجه وكذا وكذا، وهو بده يجي يحكيك كيف نعمل سياحه وريوع ومضاربات واستدانه ومصرف واكتتاب بسندات الخزينه. وفعليا يعني هن قالوا له هذا الحكي وما كذبوا. الشهيد رفيق الحريري هذا كلام موثق بيحكيه الرئيس لحود. لا قول البرونزاج ولا بعد البرونزاج لا قول تدمير. لا بس عم يحكي علم. هلا انا عم يحكي علم يا خالد، بدو عليه بالعلم. علم وانا ما بحكي، مش انا مش طرف يعني، ولا عم اقول عم بس. والرئيس لحود كان رئيس جمهوريه وشو اسمه، وكلامه كان لازم يرد عليه اذا مش صحيح هذا الكلام. بس انا عم اقول انه في سياسه اقتصاديه حكمت لبنان ما بعد التسعين. وعفوا بدي ذكرك انا مجزرة جسر المطار بسنه 93، لا ما بتقول انه من التسعين في توافق من حزب الله وامل. في حدا كان عم يروح على سياسه الاستدانه ويورط البلد، لانه كان يعني هيدا الرؤية كانت مفكرة انه السلام جاي. اجت 93 حرب العفن، بس خليني كم حرب 93 كسرت اول امل. 96 حطت الناس قدام امل واقع، المقاومة تنتصر وتواجه اسرائيل، تقدر تصمد. وفرضت هدنة نيسان بال 2000. هو ما حكي هذا الشيء. طيب على كل حال المقاومة ما بتخص علي علي المقاومة. طيب علي المقاومة رح نحكي عنها بمحور الثالث من الحلقة. ملحم 30 ثانية تعليقك على الموضوع قبل ما نخطو المحور. الاقتصاد ومؤتمر سادر مزبوط منه المنكز، ولكن حاليا ما في بديل وفي كتير إيجابيات. ننطر بس تشكيل الحكومة لنشوف تطبيقه على الأرض. نعم. بعد الفاصل عنوانين أساسيين، الأول هو العلاقة مع سوريا بظل عودة العرب، واللي هي المحور بالفقرة الإقليمية مع زميلنا إياد خليف، وسلاح المقاومة. فاصل ونعود للمتابعة بالمباشر. بالمباشر نتابع في هذه الحلقة الأخيرة لهذا العام. شباب متابعين معكم، بس قبل بدأ أنت للزميل إياد خليف والفقرة الإقليمية. مساء الخير إياد. مساء الخير. يقول المثل المكتوب يقرأ من عنوانه، وعليه عنوان 2019 واضح: عودة العرب إلى سوريا وفق بوادر آخر أيام 2018. السودان افتتحت طريق الزيارات، الإمارات افتتحت السفارة سابقة البحرين والكويت، العراق كثف التنسيق والرسائل، وتباعا الكل يسلق طريق الشام. هذا العنوان نتابعه ضمن الفقرة الإقليمية بالمباشر مع ضيفنا عبر سكايب من دمشق الصحفي طارق علي. مساء الخير طارق، يعني كيف تبدو الأجواء في أجواء الشارع السوري بعد عودة العرب إلى سوريا؟ مساء الخير إياد. انطلاقا من مقدمتك، بالفعل هناك عودة عربية وانفتاح عربي واسع باتجاه دمشق هذه الأيام، سيتبلور بصورة واضحة وصحية في العام المقبل لا شك. طبعا زيارة عمر البشير في منتصف الشهر الجاري هي ربما فاتحت الزيارات العربية بالتأكيد، ولكن لم يكن التنسيق الأول. التنسيق مع العديد من الدول العربية ربما لم ينقطع خلال عمر الحرب، ولكن جاء بصورة مبلورة مع زيارة الرئيس عمر البشير إلى سوريا منتصف الشهر الجاري. هذه الزيارة بطبيعة الحال لحقها أو تبعها زيارة للواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا إلى القاهرة للبحث في العديد من الأمور، ومن ثم كان هناك أول رحلة جوية سورية عبر الطيران إلى تونس التي استقبلت هذه الرحلة. بالتالي هناك انفتاح عربي جاء مع فتح سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق. طبعا التنسيق مع الإمارات كان ربما قائما في عدة مفاصل خلال الحرب. الإمارات لم تشارك بصورة مباشرة كما شاركت دول أخرى بدعم الإرهاب على الأراضي السورية، ولكن بطبيعة الحال هناك الكثير من الملفات العالقة والشائكة في العلاقة مع الإمارات المتحدة، أفرزها موقف الإمارات من التطبيع مع كيان الاحتلال وموقفها من القضية الفلسطينية ومن دعم الإرهاب. كل هذه القضايا، إذا فتح سفارة الإمارات في سوريا لا يعني انتهاء الاختلاف أو الخلاف بصورة تامة. هناك الكثير من القضايا الجدلية التي لا زالت موجودة. ولكن كيف كانت ردة فعل الشارع السوري تجاه العودة العربية؟ يعني قد يكون الموقف السوري الرسمي مرحبا بهذه العودة، ولكن الموقف في الشارع الآراء متباينة. هناك من رحب بهذه العودة، رأينا الكثير من أقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا، هناك الكثير من الناس رحبته. في المقلب الآخر هناك الكثير من الناس التي عارضت عودة الإمارات ومعظم أو مجمل الدول العربية أو تحديدا الخليجية. طبعا هنا إياد يعني يجب أن نذكر أن عودة الإمارات لم تكن لتأتي لولا تنسيق على مستوى دول الخليج لعودة هذه السفارة، ولكن كثير من السوريين يحملها مسؤولية الكثير مما حصل في البلاد.
البلاد، وفي الجانب الآخر هناك سوريون بطبيعة الحال رحبوا ويرحبون بأي عودة للعلاقات العربية مع دمشق. هل هناك معلومات بشأن أي تنسيق عربي سوري مقبل؟ هو ما نشرته البحرين عبر بيانها الرسمي الذي أكدت فيه على أهمية وحدة وسلامة واستقرار واستقلال القيادة القرار السوري، وبالتالي أنها ستفتح سفارتها في الأيام المقبلة، وما يحكى أيضا عن عودة رسمية مرتقبة للكويت. وطبعا قبل قليل كان هناك تصريح غربي بريطانيا تحديدا يقول بأن قطر بقيت ربما هي الدولة الوحيدة التي تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. بطبيعة الحال هناك سيكون الكثير من السفارات التي ستفتح خلال عام 2019، كما تشير المؤشرات الواضحة الموجودة أمامنا في هذه الأيام في دمشق. يعني هل ستكون هناك عودة لسوريا إلى جامعة الدول العربية؟ هذا الأمر يعني لا أعتقد أن سوريا من ناحية المبدأ يمكن التكهن بقرارها بهذا الأمر، هذا مقرون بالوقائع التي ستجري على الأرض وما ستؤول إليه الأمور، ولكن يتضح من كمية التنسيق العربي المباشر بأن هناك ربما يعني قد تكون هذه العودة أقرب من أي وقت مضى إياه. بعد هذه العلاقات المتتالية بين الدول العربية وسوريا، كيف يبدو الموقف السوري من لبنان؟ في الحقيقة الموقف السوري من لبنان، سوريا لا زالت تفتح يعني دائما باب التواصل واستمرار العلاقات مع الشقيقة والجارة لبنان، لم ينقطع هذا التواصل مع لبنان، كان في أعلى مستوياته من ناحية التنسيق السياسي والأمني والعسكري تحديدا خلال معارك عدسال والجرود ومعارك القلمون، وتحديدا عودة مؤخرا النازحين من لبنان إلى سوريا، هذا التنسيق لم يقطع، ولكن يؤخذ على بعض الجهات في لبنان ممارستها للمناكفات السياسية مع دمشق، فتخرج دائما بتصريحات تحاول أن تؤجج الأوضاع بين البلدين، ولكن رأينا اليوم في المقلب المقابل الوزير علي حسن خليل وزير المالية في حكومة لبنان كان يدعو الدولة اللبنانية لأن تصوب موقفها من سوريا، وأضاف في تصريحه اليوم بأنه لن تكون هناك قمة اقتصادية حقيقية ما لم تدعى إليها سوريا في الشهر المقبل في لبنان. إياد، الصحفي السوري طارق علي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من دمشق. الآن عودة إليك رواد. شكرا لك إياد ولا ضيفك زميل طارق علي. خالد، رح بلش منك. اللي قطعوا أسمائهم دول عربية بالفقرة الإقليمية، سودان، إمارات، كويت، بحرين، مصر، عراق، تونس، سلطنة عمان، أردن، هول قطعوا أسمائهم كلهم مع العلاقات مع سوريا. أنت كلبناني بتيار المستقبل، مع العلاقات أو لا؟ لك نحن بلبنان اصلا العلاقات مع سوريا ما زالت موجوده، السفارتين مفتوح مفتوحين. انتم بتغيروا المستقبل مرغمين عليها يعني مش بس على ما يبدو اليوم بالحرب السوريه، لنكون واقعيين، في حدث سياسي ما عم بيصير اليوم. بشار الاسد اكيد منه بشار الأسد قبل الثورة السورية، اليوم بشار الأسد اليوم نعرف السيطرة الروسية اللي موجودة ضمن الداخل السوري. على ما يبدو هناك مبادرة، هذه المبادرة عم بيقولوا نقلها الرئيس عمر البشير في إعادة للعلاقات العربية. نحن بلبنان رح نكون كلنا يمكن بعتقد تحت سقف رئيس الجمهورية والتصريح اللي قاله أنه هو بيلتزم بالشرعية العربية، ونطرين نحن لنشوف الاحداث كيف راح تصير. سعد الحريري بيطلع على سوريا؟ كلام جديد جدا. لك؟ لفت كلامه. من اربع ايام ما كان هيك، كان عكس تماما. صح. لك هلا لك في شغله اساسيه، يعني نحن بالنسبه لنا كجمهور لتيار المستقبل، بشار الاسد راح يبقى بالنسبه لنا مجرم، راح يضله قاتل، وبالنسبه لنا بس نحكي السياسه، السياسه تيار المستقبل تجاه سوريا كان بين ثلاث، يعني قبل السفاره الاماراتيه شيء وبعد السفاره الاماراتيه مباشره تغيرت. شيء جدا جديد. لا 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 ما تخاف، الايام ان شاء الله راح تثبت موقفنا. وسؤالك يمكن بعتقد انه لازم نسال انا وياك لدوت الرئيس، يعني انت برايك؟ رايي بتمنى لا. بال 2009 كنت تتمنى لا كمان؟ بال 2009 كان في اجواء سياسيه، وكان في اعاده محاوله لاعاده بشار الاسد للحاضنه العربيه، وكان في سين كلنا مثل ما بنتذكر، في ظروف سياسية حكمت الواقع. اليوم خلينا نشوف، نحن مثل ما قلت لك خلينا ناخذ خطاب الرئيس، وكلام الرئيس هو السقف تاع لبنان وعلى أساسه بنمشي. ليش ما بتتمنى؟ مين كنت بال 2009 بتمنى؟
بعدني ما بتمنى، يعني بالنسبة لي الحرية هي جزء أساسي بمفهومي الشخصي، لازم يكون كل الدول بالعالم مش بس بلبنان موجودة، وبعتقد هذا الموضوع الأساسي القمع اللي كان يكون بسوريا كانت ضده، فما بتمنى. شو عندك طيب. تعليق أو خلص؟ لا أكيد هي. يعني إلا إذا كنت ضد القمع. عفوا التعليق أنه يعني ما أعجب الاستدارات. ليه؟ إنه سنغزو، بدنا ننزل بمطار دمشق، وبدنا نفوت على الشام، وبدنا نسقط، وبدنا 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 اليوم، وإدخال البلد يعني بزواريب حرب فيها فتنة طائفية وإشعال المناطق بوجه بعضها وحروب تباني وجبل محسن وتهديدات ووعود، بلحظة بنجي بنقول إنه في متغيرات انه حنصير تحت سقف تصريح الرئيس، وكانه واحد ما بده يتبنى هو الموقف، بس انه حنمشي باللي بتقوله قوى الاعتدال، ما يسمى بقوى الاعتدال العربي او الاستداره اللي عم تعملها قوى الخليج ولحقتها عليها السعوديه. يعني انا بظن انه مش هيك تقاس مصالح اللبنانيين. نعم. بالاخر سوريا بلد عنده امتدادات تاريخية بالعلاقات مع لبنان، سواء اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا جغرافيا، وبنعرف انه بعد 1920 يعني جزء كبير من لبنان كان موجود بمحافظات تتبع لسوريا وشكلوا لبنان الكبير، فبالتالي الترابط هذا التاريخي عمول اجتماعي واقتصادي وجغرافي مع سوريا موجود، ولا يعني ولا بعقل حاكم يعني موزون بيعتقد انه بيقدر يكون على خلاف مع دمشق. ويعني للاسف بعض السياسيين ذهبوا بدي اقول بالمراهنة على الهجمة الموجودة على المنطقة لدرجة كانوا عم يودوا البلد للانفجار. طيب وضحت عليه. لقمان، سألنا خالد إذا الرئيس حريري بيطلع، أنت بنسألكم إذا راجعين. راجعين من سوريا. راجعين من سوريا. العودة إلى عودة من سوريا تكلم عنها سيد حسن كمان يعني. أنت عم تسألني أسئلة تحدث سوريا سيد حسن. المهم نرجع نأكد على موقف. سيد حسن قال بكل وضوح عندنا ما بتقول الدولة السورية أنها لا تحتاج إلى وجود حزب الله في سوريا، حزب الله بيسلم أمانته بسوريا للجيش السوري تماما، واللي هو أصلا هلا هو متعاون تام مع الجيش السوري، بيسلم أمانته بيرجع على لبنان. عندما تحت طلب يعني حزب الله تدخل تدخل إلى سوريا بطلب من الدولة السورية، عندما الدولة السورية بتقول شكرا لكم بيرجع حزب الله على وبطبيعة الحال ما في زول مسألك موقفكم واضح من العلاقات اللبنانية السورية يعني. واضح جدا. شو تغير كمان الشعار يا ليه؟ انه حسب ما بتذكر ما بعرف اذا الذاكرة بتخون، انه حزب الله لما دخل لسوريا دخل لحماية المراكز الدينية مش دخل بناء على طرف، ما بعرف اذا خانتني او لا. حزب الله عفوا حزب الله تأخر في الدخول للأزمة السورية، منيحك تأخر في الدخول للأزمة السورية، كان لازم يفوت بال 2012. خالد حط موقف تيار المستقبل ورئيس الحكومة المكلف تحت سقف موقف فخامة الرئيس. موقف الرئيس صح. بالتيار الوطن الحر. التيار الوطن الحر أكيد سياسة الدولة من ميلة وزارة الخارجية ممثلة حاليا بالوزير جبران باسيل وبرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء مجتمعا شو يلي بيقرره. نعم. بس كرمال خالد عم نحكي كنا أنه موقف تيار المستقبل من سوريا وكيف تغير، وكمان نفس الشيء موقف سوريا تغير لناحية الإمارات. مبارح الإمارات كانت عم تقتل أطفال اليمن، فجأة صرنا عم نرحب برجوعها إلى أحضان سوريا. نعم. هذا واحد. اثنين، عن قصة العودة من مطار دمشق. في ناس بالذكرى السابعة لاغتيال الرئيس الحريري طلعت توجه تحيات من الأشرفية لحمص ولا دير الزور، علما أنه لا سمير جعجع ما له دخل بالموضوع. فليحكموا الإخوان. بغض النظر، نحن كل اللي بهمنا حاليا من العلاقات مع سوريا هو التواصل لعودة النازحين، لأنه كل النزيف الاقتصادي إذا ما فينا نقول أكثر من 50-70% ضرروا من وراء النازحين السوريين، إذا ما حكينا بعد عن نسبة الجرائم يلي زادت أو السرقات أو. بس يخلص هذا الموضوع نحن بصير فينا نحكي عن علاقات اقتصادية اجتماعية سياسية أو مالية. حاليا نحن كل همنا ترجع قنوات التواصل لعودة النازحين السوريين. نعم.
بنتقل للموضوع الاخير بالحلقه هو سلاح المقاومه. شوف على الموضوع العلاقات مع سوريا، يلا بدي اقول يعني اللي بس كان معطل 20 ثانيه عوده النازحين اولويه، لانه في ضروره الناس ترجع على بيوتها، مش لانه بس هن عبء ونحن يعني في ضروره لعوده الناس والناس على مناطقها الامنه. واللي كان معارض هالموضوع هو الحكومه بلبنان، مش عم يتعاون هو الحكومه اللبنانيه. نعم. بموضوع العلاقات الضروريه مع سوريا اكيد ومجبرين، والكل حيكون مجبر يعني او عم يسعى ليبني علاقات مع سوريا بسبب الارباح اللي بتجي او المصاري اللي جاي من وراء اعاده الاعمار، ولانه يعني جزء من البنى التحتيه اللي بتنعمل بده يكون فيها نظره لكيف حيكون لبنان ممر لاعاده الاعمار لسوريا. بنتقل للموضوع الاخير اللي هو سلاح المقاومه، رح بلش من عند خالد. اهلا وسهلا فيك. يلا بعدكم مصرين على نزعه وشو؟ نحن دائما بموضوع السلاح حزب الله دعوة دائما لإعلان بعبدة بالدرجة الأولى. بالدرجة الأساسية نحن مع سياسة دفاعية، مع إعطاء الجيش اللبناني، طالما نحن كلنا مؤمنين أنه الجيش اللبناني هذا الجيش يلي أثبت بالمراحل السابقة والمراحل الحالية أنه جيش بينحط فيه الثقة. ومن هون كمان بنوجه تحية لهم، للضابطين، الضابط اللي من الجنوب وضابط من مجل عنجر يلي شفناهم كلنا بالفيديوهات اللي بلشت تنتشر. نعم. كيف قدر يقولوا للجيش الإسرائيلي يجبر الجيش الصهيوني انه يرجع يتراجع بالسياج للأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم. لطمان، نحن موقفنا واضح جدا. حزب الله اول شيء بنحكي اصل ليش وجد حزب الله؟ وجد حزب الله لانه الدولة كان عدم قادر، ليست قادرة على دفاع عن اليوم. عم بقول لك خالد قادرة في جيش تحمل مسؤولية. هلا بيحكي الواحد منطق، يعني منطق سليم، يعني جيش اللبناني على راسي وعيني. نحن بنعمل معادله اسمها جيش شعب مقاومه، ومعادله اثبتت نجاعتها، يعني نجاحها بلا بهالمعادله. اذا شلت الجيش المقاومه بتفشل المكان، واذا لا. شلت المقاومه الجيش بيفشل بمكان. في تكامل ثلاثي. نحكي اذا نحكي جيش لحاله، جيش اللبناني، هل الجيش اللبناني عفوا إذا الجيش اللبناني واجه الجيش الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي رابع أقوى جيش في العالم تسليحيا، عفوا الجيش اللبناني شو؟ للأسف نحن نتمنى، هلا كان في صفقة على أساس في الجيش الدولة الروسية كان على أساس إنه في احتمال تسلم الجيش اللبناني سلاح، مين رفض؟ وليش رفض؟ الأجوبة معروفة. نعم. الحكومة، يعني الحكومة اللبنانية رئاسة الوزراء علاقاتها مرتبطة بمكان معين معروف. فاذا شو خالد؟ اصل وجود خليك من بشغله، خلينا في شغله هيك بسيطه. اليوم لما نحكي عن نزع سلاح حزب الله او الاستراتيجيه الدفاعيه اللي بينحكى عنه، بالمعنى التالي انه انت مش راح تيجي تكمش السلاح وتروح تكبه بالبحر. بالمعنى التاني شو عم بنقول نحن؟ خيي حزب الله عسكريا ما حدا بيحكي عنه بالقدرات القتاليه تعوله والتجربه والدور الكبير اللي قام فيه بالجنوب، واللي كلنا ما بعتقد انه في انسان مواطن لبناني ما بيحكي عن الدور الكبير اللي قام فيه بالجنوب وبالتحرير وجزء من التحرير، لان مثل ما بتعرف انه المقاومه هي ما محصوره بحزب الله، في كثير بالجنوب اللي قدرت تحقق هذا النصر الكبير. اليوم لما نحكي عن استراتيجيه دفاعيه نحن عم نحكي خي انه هذا سلاح حزب الله، السلاح النوعي والقوي وكل شيء، وعناصر حزب الله، العناصر المدربه واللي هم كمان تدافع عن لبنان، ما بنقول لا من الناحيه الجنوبيه. طيب بدنا نحطه ضمن الجيش اللبناني. طيب. بس الامر الاول سؤال. والاخير بالحرب والسلام بيرجع لا يعني بترجع للدوله، للقائد الجيش، للحكومه. ايه هي هالقد مش نجي نقول انا عندي استراتيجيه دفاعيه. طاوله الحوار قعدت 8 اشهر ما قدرت تطلع فيها. بس هي هيك. يلا لقمان في سؤال. بدي اخذ تعليق بسيط. ليش اسرائيل بتدعي لها؟ ليش طلع قرار 1959 اللي هو قرار امريكي من مجلس الامن طالب بنزع سلاح الميليشيات ما بعد الحرب، يعني اظن حزب الله بالتحديد. ليش اسرائيل تدعي لتسليم سلاح حزب الله؟ ليش؟ لانه مش خطر عليها، لانه اذا سلم سلاح حزب الله ما فيها بديش هين طرف معين، ما في اذا سلم سلاح حزب الله بطل موجود، ما فيها في غضون دقائق انه تصير ببيروت.
مش حضور ضائع بس خالي بس خيي حضور ساعات بس شوي سيرة بيروت مين هو حضور ساعات حضور ساعات بسبع ايار سلاح حزب الله لما توجه لصدر لبناني بقد ايه بكم دقيقه توجه هذا هو الخوف يا عم تشبه عم تشبه سلاح حزب الله بعدوان اسرائيل بس لقلك بسبع ايار اليوم اللي تم اعتباره يوم مجيد مين اللي تهدد قل لي شارع شارع بس لقلك تهدد المواطن اللبناني المواطن اللي كان رايه مختلف عنك هي هي يعني انت اليوم انت هذا السلاح استعملته بسبع ايار ضد بسبع ايار استعملته ضد خيط بالوطن كمش السلاح وحطيته بصدره وفي شهداء وقعوا وفي اشخاص اليوم خالد اذا صار لا سمح الله اي عدوان اسرائيلي على حزب الله انت شو موقفك بيكون؟ ليك هذا اكيد كل اللبنانيين ما حدا في برغش بالمعنى لما يكون العدو الاسرائيلي موجود فكلنا الاجتماع مع كونديليزا رايس بحرب تموز 2006 خير دليل وبيعلمنا انه ويكيليكس خير دليل ويكيليكس انا بس سريعا بدي اقول يعني حول الموضوع بنحكي بشرعيه المقاومه وقت الدوله كانت غائبه وعاجزه الناس حملت سلاح ودافعت عن ارضها بوجه الاعتداءات الاسرائيليه وفي مواجهه اعلام بعبده نحن بنقول نحن مع اعلان جبهه المقاومه الوطنيه لبنان اللي بالدم عمدت نداء انطلاق الجبهه ودحرت شو اسمه دحرت اسرائيل بالمقاومه بالبارود وبالنار من بيروت ومن الجبل ومن الجنوب واكملت المسيره المقاومه الاسلاميه بتحرير لبنان بال2000 اليوم وقت اللي بنحكي عن سلاح المقاومه قبل ما نحكي ليش نوجد سلاح المقاومه نعم نوجد سلاح المقاومه لانه في مواجهته في عدو اسرائيلي مغتصب لارض فلسطين وقت اللي بدنا نعالج سلاح يعني نطرح هذه الاشياء بمعنى اشكاليه سلاح المقاومه نطرح وجود اسرائيل بالاساس نعم. يعني لا يمكن عزل لبنان عن محيطه ولا يمكن عزل لبنان عن صراع العربي الاسرائيلي لا سلاح المقاومه هو ضروره اليوم لحمايه اللبنانيين وبمواجهه سقافه سكنت مرجعيون بدنا سقافه نعم. الملازم وضع عليه ملحم نختم معك المحور حب ودعم التيار اكيد للجيش ما حدا في ينكره انما تسليح الجيش لما نشوف خروقات اسرائيليه يوميه والجيش ما قادر يرد على الطيران الاسرائيلي هون بنسال الجهه الوحيده يلي عم تسلح الجيش الجيش لولا بسالت عناصره وضباطه لو ما عندهم دافع وطني ما بعتقد في كتير امور بقيت مثل ما هي على الحدود يعني العسكري والضابط يلي كانوا موجودين على الحدود بمواجهه حوالي 6 أو 7 جنود اسرائيليين هودي بيكونوا اكيد قادرين يعملوا اكثر من هيك لو موجود معهم السلاح المفروض يكون موجود نعم منع التسليح بقرار امريكي وهو اللي كذا مره صار منعنا نتسلح من مصادر اخرى التسليح وحيده ساعتها بنسال ساعتها بنسال مين يلي عم بيجرب يخلي الجيش يضل ضعيف تسليحيا اكيد مثل لا بنخوي كل اليوم متعهده مع الامريكان انه ما تسلح الجيش من جهات اخرى طيب قبل ما نروح لاخر دقائق بالحلقه بدي ارجع لنتائج التصويت على السؤال يلي كان على تويتر اي فريق سياسي كان اداؤه افضل في العام 2018 النتائج على الشكل التالي تيار الوطني الحر بالطليعه 36% وراء القوات اللبنانيه 32% الثالث حزب الله وحلفائه 23% الرابع تيار المستقبل 9% اذا هيدي نتائج التصويت يلي كان عم بيصير على تويتر على حساب بالمباشر شباب باخر كم دقيقه من الحلقه علي رح بلش من عندك عم شوف اليوم حراك بالشارع نوع من المظاهرات عم بتصير برايك 2019 رح تكون سنة تشكيل حكومة ومسار سياسي أو سنة مظاهرات؟ لا نبلش المظاهرات ب 16 الشهر الماضي دعا الحزب الشيوعي اللبناني لمظاهرة كان في التفاف شعبي وجماهيري الحزب الشيوعي اللبناني بالتعاون مع تنظيم الشعب الناصري اللي بيحوز ثقة كبيرة من الشارع وبشكل بارقة أمل لوجود نواة سياسية لقيادة تحالف واسع يدفع نحو معركة حقيقية باتجاه التغيير في مطالب كتير عند الناس وبالتالي وجع الناس يدفعها لتنزل على الشارع شفنا الناس بعد 16 شهر ب 23 بمبادرات من ناشطين على المواقع التواصل الاجتماعي وناشطين سياسيين توجهوا للشارع واستمروا لساعات نتمنى ما يتكرر مشهد 23 للوضع فيه الجيش مواجهة المتظاهرين لأنه مش وظيفة الجيش مع المتظاهرين أو يعني يتصرف معهم بعنف مثل ما تصرف في مظاهرة 23 في
مطالب عند الناس، الكهرباء، المي، الحد الأدنى أجور التربية والتعليم، الخطط البيئية، وقف التدهور، وقف الاعتداء على الأملاك العامة، وفي يعني أعباء لا نتحملها مثل دفع خدمة الدين العام. هيدي معنوين بدنا نحملها ونطرحها لننزل نشكل كتلة شعبية صلبة عندها قيادة وقادرة تخوض المواجهة لتمنع الانهيار اللي عم تخدنا عليه السلطة السياسية. نعم خالد، بال 2019 ب 12 و13 الشهر الجاي في تحركات، ب 12 في تحرك ببيروت من وزارة العمل لوزارة الصحة، ب 13 في تحركات بالمناطق، ويتم التحضير لتحرك جماهيري واسع ببيروت. نعم. إن شاء الله بآخر الشهر الجاي. تمام خالد، بال 2019 شو بتطلب من رئيس سعد الحريري؟ إن شاء الله هيك يساعدوه هلا ويقدموا التنازلات يلي عم يطلب منه له. بدي اطلب منه انه يبقى على قراره يلي هو فيه، صمت او سلاح، يبقى بالصلاب يلي عم نشوفه فيه ويبقى بالموقف اللي اخده. طيب باللقمان نفس الشيء، بال 2019 اين سيكون حزب الله برايك؟ اين سيكون حزب الله 2019؟ غير حتى يجب ان يكون حزب الله بكل الاحوال هلا، وهو بحاله انتصار، بحاله انتصار كبيره، وحاله مش مثل انتصار بتموز، كان انتصار طبعا فوتوا على الاقليم، بس كان انتصار لبناني داخلي ورفع، كان له معادلات مع العدو الصهيوني. هلا حزب الله حزب اقليمي وله تاثير دولي حتى، نعم، ولاعب دولي اصبح عبر الاقليم. فبالتالي حزب الله وبكل فخر يصعد صعودا ويسطع كالشمس. ملحم، بال 2019 في عهد يلي رئيس جمهوريته هو المؤسس والاب الروحي لتيار الوطن الحر، وفي تيار الوطن الحر يلي هو اليوم اكبر كتله نيابيه، بال 2019 كمناصر لتيار الوطن الحر شو بتطلب؟ نطلب يبقى التيار مكمل مطرح ما هو المسار اللي ماشي عليه. نطلب تبقى المطالب المعاشيه والوطنيه هي المطالب الاساسيه للتيار. وبس مرق شغله، نعز التيار والمؤسسه العسكريه بوفاه اللواء معلوف. اكيد من ضمن صوتنا لصوتك، واكيد لكل عائلته وللتيار الوطني الحر بشخص رئيسه وافراده وللنائب ايدي معلوف، اكيد من عزيون. شباب بدنا نشكركم، ملحم تكلم عن تيار الوطن الحر، لقمان الحكيم عن حزب الله، خالد الحاج عن تيار المستقبل، وعلي دغمان محبات الحركه الشبابيه، ما بدك مجتمع مدني. كمان شكر لضيفنا بالفقره الاقليميه طارق العلي، باسم فريق برنامج بالمباشر، البروديوسر جات حايك، زميلنا اياد خلاف، انا كل فريق البرنامج. نتمنى للكل يلي كانوا عم بيرافقونا بال 2018 يضلون عم تابعونا بال 2019، نتمنى انه يمكن الحديه اللي كانت ببعض المواقف بال 2018 تزول بال 2019 ويتحول مكانها حلول وايجابيات. هذا امل يمكن تشاركه كلنا كلبنانيين كمشاهدين وين ما كنتوا بالمنطقه، الامال كبير، اكيد الامال كبيره بنقلها من سنه لسنه، عسى انه تتحقق ونكون عم نحكي عن انجازات بالحلقات المقبله. على هذا الامل بنودعكم، نلتقيكم الأسبوع الجاي بأول حلقة بال 2019. من هلأ لوقتها تبقوا بخير.